السلام عليكم خوتنا المغاربة، احبابنا خوتنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، اموركم كلها 5 5. اخوتي اليوم غنجي لكم في واحد المقلب جديد اللي بغيت نختبر. سارة ديما عندي معاها واحد المشكل، فيما كتخرج ما كتسدش الباب من وراها. انا دائما كنقول لها خرجتي دوري الساروت، الور ولا شي واحد دخل الدار كندورو الساروت ونخرجو شي شويه، ربما نعس بالليل ولا شي حاجه. ديما فاقصه يعني كتخرج وتخلي الباب محلول، ولكن اليوم قررت ننتقم منها، ندير لها واحد المقلب خطير، بغيت نخلعها فيا في نفس الوقت تشوف ردة الفعل ديالها ونشوف واش انا عزيز وغالي ولا لا. خليكم معانا. كما كتشوف معايا الدم في راسي، هنا في حويجي، بغيت نحل الباب وندير راسي ناعس باش نجي ونشوف ردة الفعل ديالها. بقاو معانا خوتي، بقاو معايا. دابا غادي نحل الباب وغادي الناس وصار عليه تقرب تدخل باش نفاجئها. بقاو معايا. دي الباب كتخليه محلول، ديما كنقول كيما تخرجي ديال السيرو ديما ديما انت بغيتي تخليه محلول تخرج فرا راسي راسي. دابا الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. قول لي باش كتحس فرقع لي راسي بغيت وراه وحجر ومات بهاز بعصا. كتحس
12 مليون تماك. شوف اش باغ فوق فوق اللي مشات 100% غيديوها ليا. فين تماك؟ فين والو. بيتي 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 على الله. صافي شوف غدير الاجراءات ديالك. غدير الاجراءات ديالك. والله راه سي مريم يا راه سي عبد الله. الدنيا فلوس صافي عند الله راني قبيل سكت عليا تقول. ياسمين وسليمان وصافي سكت عند الله. ما عمرك شوفي ما عمرك تخيل باب حلو اخر مره توعديني. صافي صافي واش توعدي عمرك تخيل باب حلو؟ واش وعدتي؟ لا صاحب زيد جيت دابا وقت الهضره دابا في هادشي. ساكتي معايا في المقلب. تتخرب تتزمر كاع تويخ والله الا سخرت بالله. ناري ناري والله الا سخرت. خطير والله حتى خطير بالله. يا لطيف. لا لا والله صحراني. لا لا والله صحراني. لا لا بحال هادشي لا بحال هادشي لا حمزه لا لا والله الا خريت. لا الانسان ما تيلعبش بهادشي. الله خوتي حبابي كنتمنى تسامحوني على هذا المقلب ولكن اخويا شوف هذا الدرس اللي ما عمرت ننساه حيت انا وصاله دائما بحال الفار مع الوجه كنقول لها تخرجي ستي الباب. من هو خاطر بيه؟ ديما هي كتحلب وكتمشي. من هو؟ ضرت تمشي عند ما عرفت وتخلي الباب محلوب ما عندهاش مشكل. لذا اخوتي بغيتكم تقولوا لي في التعليق ديالكم كي جاكم هذا المقلب اللي توصلها ومزيان بزاف يلاه خرجتها باش تاخذ الدرس بعين الاعتبار. وهذا ميساج بزاف ديال الناس لان بعد خطرات كتلقى انا واحد منهم كنت يعني ما كناخذش ما كان كنقول بالدارجه ما كنربطش البال شحال من حاجه فقط كنخلي بورطابل شي بلاصه الدار محلوله شي فلوس شي بلاصه كنكون ما عادي واخد الامور ولكن لا الانسان ضروري خصو ياخذها بعين الاعتبار وما ويخاف اللي خاف الجا كما كيقولوا. وساره كنقول لها سمحي لي ساره بزاف سمحي لي سمحي لي تعمر لي بالعجب ديالك سمحي لي باقي كيتقطع اخويا الشفاره خلوني بالزروطه بقاو عليا بالزروطه اخويا لا اله الا الله الا خرجت عليا خلات الباب محلول كي جاك هذا المقلب ها؟ خطير. ها؟ لا لا زعما والله تدرتيها بيا حيد. قولي الناس مسامحاني. هذه والله خاصة قلبي ضرب واحد الضربة خطيرة ومع الدخلة دخلت عرفت بأن شي برانك وبقيت كنشوف ما بالي والو كيفاش هادشي مخشي هنا. خوتي أنا توقعت ردت فعل سارة عرفتها غادي تهز التليفون تعيط غير لعمي فهمتي؟ اوتوماتيكمون تعيط لباباها فأنا ديجا قلتها لي قلت لي من عيطت لكم ما تخلعوش غير البرانك. ايوا حيت عيق بيا غتعيق بيا داكشي علاش انا خدمت الامور مزيانه وكنقول لكم تحيه كبيره وبلا بكم حنا راه ما كاينينش اقسم بالله واي حاجه كنعيشوها الا فضل الله ثم فضل ديالكم وكنقول لكم شكرا شكرا على التضامن ديالكم معنا لا من ناحيه ديال لي زابوني لا من ناحيه ديال الميساج خويا ما تنساوش واحد القضيه خوتي الاب ديال حمزه ما عمره في حياته حياته ظن في شي دار لا ديال خو لا ديال اختو لا ديال حمزه ديال حتى شي حاجه اقسم بالله راه كما كتشوفوا الفيديوهات كلهم اللي دوزنا معمروا جعدنا غادي نديروا في الفيديو الماجي ان شاء الله باذن الله غنديروا شي محاوله خطيره باش بان حمزه غادي يجي عندي وانا قلت ليه ما غاديش يجي ولكن هي تحداتني وكنتمنى هذا مع التحدي قال لك والله ما يجي وانا قلت له غادي يجي وغتشوفوا التحدي بالرغم ان ساره كيحماق عليها ساره الروح ديالو هي ساره. يلا خوتي ما نطولوش عليكم اللي لاختكم وما نسمحوش وانتم ما تشوفوش الله يعاونكم.